وأزواجه وأولاده وذرياته وأهليته أجمعين وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولو العزم من الرسل وعلى آله وأصحابه والملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا حسين ومحمد العاشر ثم إلى حضرة سيدنا الخضر عليه السلام ثم إلى حضرة سيدنا أيوب عليه السلام ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدين بالدين وعلماء العاملين والفقهاء والحاكمين والقضاة والمفسرين والسادات سوفية الحاكمين ثم إلى أرواح جميع السلسلة كروات القرآن العظيم ثم إلى أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى موارد أبي البحرية خصوصا إلى روح الكتب الربانية ومعارف السنة بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الحمد لله نعمه ونقابله مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال منك الكريم وعظم سلطانك اللهم اشرح لي وشرح لي مدارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد تدبر القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقرب الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد dengan sempurna. Di dalam riwayat para sahabat
Asma binti Umais, Asma binti Abi Bakar. Nalika maos ayat innal ladzina amanu wa amilus shalihati sayaj'alu lahum ar-rahman mudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka cintanya. Cintanya. Dan ini sahabiah, sahabat perempuan Nabi Muhammad membaca ayat ini merasa nikmat. Wuda, kalimat wuda diulang-ulang. Wuda, 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 sampai tidak terasa mengulang-ulang kalimat wuda tekan azan subuh. Saking enaknya kalimat udah, udah, bu, bu, sampai rumah dengan udah, udah, udah. Mana ampun diganti o, nek diganti o dadi ne muda. Udah, loh, apa ini kalimat udah artinya apa? Rasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapakah mereka? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Bagaimana orang yang di dalam hatinya terukir kitabullah, terukirkan Al-Quran di dalam hatinya. Subhanallah.